نبي ناخذ ونبي نعطي معكم انتم كمتسابقين. شيخ القريه، اسمه شيخ القريه صح؟ شيخ القريه من هو المره دي؟ يا مرحبا يا عبد العزيز، كيف حالك؟ ها بشر، كيف الامور معك؟ كيف جرت؟ من معاونينك من؟ عباس وبيحان. عباس وبيحان، يا سلام. احنا صراحه انا ووليد كنا عندكم، كنا في الاداره قبل امس تقريبا نرتب بعض الامور، وفجأة سمعنا قالوا في طاروق بيجي، قلنا بنجلس وبننتظر الطاروق، وسمعنا الطاروق، كان الطاروق اتوقع رباعي. اي وشدنا او لفتنا الطاروق، كل الشعراء بدعوا، لكن الطاروق اللي حصل بين عيفان وبن خشمان، هذا بن خشمان وعيفان وينهم؟ موجود عيفان موجود. العود ذا ابو ناصر قال طاروقهم في شيء، عليهم ملاحظات، فما ادري ابو ناصر وش الملاحظات اللي عليه؟ والله شوف، هم انا الظاهر ان اول ما بدوا بحكم ان الشيخ كان لابس مبشت، انت كنت لابس مبشت صح؟ معاونينك معك. نعم. وبدا بن قمره تسليمتك رقم واحد، رد سالم من عبد الله، انا اتوقع ان الموضوع كان مخطط له على الشيخ، مدحه الشيخ صح؟ هم والله جت صدفه هلو. لا ما تجي صدفه، اللي مثل محاورات ما تجي صدفه. ناصر بن قمره بحربي هاللون، بعدين طلع البيت. يا سلام، يعني وانت كنت جاي؟ اي انا كنت جالس. وجالسها تبع الشيخ. الله الله. والمعاونين. الله. واللي هم الشعب حق الشيخ اللي موجودين معه. نعم. وراك طلعت من معلان انت وخشمه. انت وخشمه. عندك الشعب. شوف بن قمره هو يا سالم مشوا على سياق المحاورة صح. انتم ما ادري ايش جاء عندكم، ما ادري خذتكم العزه بالاثم، يعني كل اللي يبي يشوف نفسه على الثاني ولا شو. ابو ناصر. ها. الشيخ يستاهل المدح. يستاهل. انا وسالم كان لنا طريق، جانا واحد انا بيض الله وجهه قال لا تنسون الفكره دي، لا تنسون المعز، وانا قلت بس تم يا ابو عبد الله، بيت عقب اعود على مشوار الاول. حلو. فحولنا شوي عقب حولنا مره ثانيه. انت حولتوا شوي، لكن الشباب طلعوا من طور حولوا جدا. العود ذا لا غافني ولا قراسي بين الصفوف، شو اسوي؟ لا يا ابن خشمه. مرحبا ومرحبا والله، وشرفتونا الليله باسم اخوياي، والله ان جيتكم مثل جيت المطر. الله يرفع قدرك. اما بخصوص السلام عليكم. السلام ورحمه. بخصوص الطروق العالم كلها تقول انت وعيفان قمت تتركون على بعض، وانا وعيفان معناني يمكن ما هو على بعض، يمكن المعنى بعيد. لا ما المعنى بعيد، وانا خابر من وحتى حذرنا اللي المعنى فيهم، اعطيناهم خبر صراحة. حلو. طيب عاد قاعد يمكن عيفان معلمكم بالمعنى، ما ادري، اما المعنى ما ادري فين. بس ما لهم اللي علموك يا ابن خشمال، اللي قالوا لك ان المحاوره وان المقطع انه انتشر وراح من بكره بدون تحيز. قالوا بدون تحيز؟ متاكد انه بدون تحيز؟ اجل بدون تحيز اصلا من بكره قالوا المقطع وما ادري وشو، احنا شفنا المحاور اللي هو عبد الله الروقي وابو حزام والشباب هذا. حلو. عاد والذمه من الذمه بريه يا ابو ناصر. يا ربي يوفقك ان شاء الله. طيب ما دام اني